وخلينا نشوف أول رد فعل وماذا يدور في الكاميرون، وهنفتح تليفونات وقول رأيك في أداء المنتخب النهاردة. و شفت الماتش فين؟ وعبر عن فرحتك معانا. افتح لكم تليفونات عشان تعبروا عن فرحتكم وتقولوا اللي جواكم ومشاعركم، وتقولوا كلمة لمصر في هذا اليوم الجميل وفي هذه السعادة الغامرة والفرحة اللي دخلت قلوب 100 مليون مصري. مبروك لمصر الصعود. أستاذ فاروق، سلام عليكم يا أستاذ فاروق. السلام عليكم وبركاته أستاذ عبد الناصر، تحية لحضرتك مرة تانية ولكل السادة المشاهدين وكل أنحاء العالم. خلينا نروح إلى الكاميرون مباشرة. وماذا رصدنا وماذا رصدت والإعداد رصد إيه وماذا قال نجوم منتخبنا بعد المباراة؟ ولايكات يا شباب لو تكرمتوا، لايكات لو تكرمتوا. بعد المباراة كان طبعا في مؤتمر، كان في بس حصل حاجة كده يا أستاذ عبد الناصر، كان في مشادة وفي خناقة بره خارج غرف خلع الملابس بين أحمد فتوح وأشرف حكيمي، لكن للأسف الفيديو طبعا مش هينفع يتعرض. في خناقة ومشادة كبيرة جدا، وتدخل الناس من المنظمين وتدخل اللعيبة وحشوا بين الاثنين، لكن ما أعرفش إيه سببها أو إيه اللي حصل، بس الفتوح كان متنرفز جدا. هي خناقة كانت في الماتش وامتدت لما بعد المباراة في منطقة غرف خلع الملابس. بالظبط، مع ان بعد المباراه انتهت شفت حضرتك اتعامل، يعني اللعيبه اتعاملت مع بعض كويس وسلموا على بعض، لكن ما نعرفش. ولكن الاجواء كانت مشحونه ما بين حكيمي وما بين احمد فتوح. بالظبط بالظبط. طبعا لا، هو طبعا حكيمي متضايق لان احمد فتوح طول المباراه ما خلاهوش لعب، يعني ما لعبش كوره واحده زي ما بيلعب في اي مباراه، قفل عليه ميه، قطع عليه ميه ونور، ما خلاهوش لمس كوره، فهو ده طبيعي يعني. بس احمد فتوح انا كنت اتمنى انه يمسك اعصابه لانه كان متعصب جدا يعني، لكن خلاص الحمد لله مرحله عدت.